مؤسسة الكرسي المتحرك لرعاية الأيتام والفقراء في قضاء قلعة السكر. بداية بدينا ثلاث عوائل أو أربعة، بعدين بدأ يوم عن يوم يكثر المسوار والمتبرعين يكثرون. بالمناسبة يعني كافة الشرائع في قضاء قلعة السكر يتبرعون، تبرع باستمرار وأسبوعياً، وكذلك أبنائها المتغربين خارج القطر أيضاً ما يقصرون وياي. بدأت المؤسسة تتطور يوم بعد يوم، الموارد بدأت تكثر، تطورنا إلى بناء منازل بعض المحوزين وبعض الغرف، إجراء بعض العمليات. وأحب الذكر كافة الأطباء في قلعة السكر لدي تخويل منهم، أي مريض أو أي تعبان أسوي له ورقة من يمي ويعالج مجاناً والعلاج مجاناً كذلك. بدأت العوائل عندي حالياً منذ إنشاء المؤسسة ولهذا اليوم ما يقارب 260 عائلة. المسوال أسبوعي وليس شهري. عندي هالمجموعة من هالشباب هاي متبرعين مجاناً، يجون يشتغلون من هيك وقت لحد 11 بالليل أو 12. عشاهم متبرع بأحد المطاعم في قلعة السكر أسبوعياً، وشاي ونعمة والحمد لله والشكر، أو نعتبره عرس أسبوعي يتجدد. كل العراق